شهدت الأكاديمية العسكرية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدفاع الجوي وكلية الهندسة جامعة القاهرة لمنح خريجي كلية الدفاع الجوي درجة البكالوريوس في الهندسة تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية في أحد البرامج التخصصية، وهي هندسة الاتصالات والحاسبات والميكاترونكس، وذلك بنظام الساعات المعتمدة. يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات العلمية في مجالات العلوم الهندسية والبحث العلمي وتطوير المناهج العلمية والبيئية التعليمية ومجالات الدراسات العليا، بهدف الارتقاء بالإمكانيات العلمية لكلا الجانبين.